بداية كشف مدير الترويج بمخابر تبوك بالجزائر أحمد لودية كشف بأن مصنع شركة الأدوية في ولاية البليدة سيدخل حيز الإنتاج قريبا، وهو ما سيسمح بتصنيع أدوية ومواد صيدلانية كانت الجزائر تستوردها سابقا من مصانع شركة بالسعودية. المزيد في ميكروفون أحمد رشدي. لكن هاد السنوات الأخيرة قررت الإدارة باش تستثمر في الجزائر باش تحل المصنع تاعها، واللي دخل في الإنتاج ولا راح يدخل في الإنتاج هذه السنة راح ينتج الأدوية من نوع لي سوليد، ستادير الكومبريمي توسكي كومبريمي جيلول إلى آخره، وراح إن شاء الله يغطي الاحتياجات تاع السوق الجزائرية. انفتاح المؤسسات الجزائرية للعمل بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية وسع دائرة شروطهم أمام ملفات طلبي العمل المقترحة من طرف خريجي الجامعات، الأمر الذي صعب المهمة أمام الطلبة. سوريا شعلال وفوزية مسعدي والتفاصيل. هذين الشابين بدأ رحلة البحث عن عمل منذ أعوام، غير أن آمالهما في إيجاد ضالتهما يتضاءل يوما بعد الآخر. والسبب قرينا احنا جينيرالمون فرونسي، تما ما عندناش ان بون نيفو في لونجلي كيما اللي يحبوا لي زونتربريز، دونك ما نبراتيكيوهاش كورامون لا لونغ هذه، وهما يدومونديو جينيرالمون يدومونديو لا لونغ انجليز، دونك نلقاو توجور حنايا دي ديفيكولتي باش تريكريتيو في كالكيوز انتربريز هكا ملتي ناسيونال اكسيتيرا. موندي وسيرفيس ناسيونال، حنا ما عندناش سيرفيس، ومازال كيما انا مازال ما جوش سيرفيس ناسيونال، مانيش ديغاسي خلاص لي دي سوي ديبلومي، تما جي مون ديبلوم العام اللي فات ما راح لي دروا باش ندير سورسي، الور تما عندي بروبلام انا، لازم دوكا لازم نروح نجوز. مع التطور الحاصل في مجال الشغل وانفتاح المؤسسات الوطنية على الخارج، توسعت قائمة الشروط المطلوبة في ملفات طلبات العمل. On recrute des gens hein, qui n'ont pas encore leur carte militaire. C'est pas un frein au recrutement. Simplement, nous leur proposerons en tout cas un contrat de travail à durée déterminée. طبيعة الخدمة تاعنا، on recrute que des jeunes. Ou les jeunes beaucoup plus c'est que nous des étudiants. يخدموا à mi-temps. La tranche d'âge تاعنا c'est entre 18 ans à 27 ans, 30 ans. Donc, et il y a une petite minorité dans le service national. Donc, ça serait pour nous un obstacle. Et l'anglais est en train de devenir une langue aussi très très importante parce qu'il y a beaucoup de sociétés, d'investisseurs qui sont plus francophones. يعني دونك سي دي سوسيتي انترناسيونال لي شينوا باسون بار لي كانديان لي امريكان لي ايطاليان دونك لي زوم ils ont compris que il faut maîtriser une deuxième langue pas que le français. ليست الخبرة فقط بل الإنجليزية، بطاقة الخدمة الوطنية وحتى السن أصبحت كلها تأشيرات وجب على طالب العمل بالجزائر الحصول عليها للظفر بمنصب عمل، فهنيئا لمن فاز به. لا يزال الاستثمار في تربية المائيات لا يرقى إلى المستوى المطلوب رغم وجود نماذج نجحت في هكذا استثمارات. عبورة زكريا من بين المستثمرين الذين رفعوا التحدي في هذا المجال، تقول سلاف دعماش في التقرير التالي. مهنته ليست بالسهلة، لكن حبه للبحر ورغبته الشديدة في مواصلة مشوار والده دفع بزكريا للاستثمار في تربية المائيات ليضاف هذا المشروع لسلسلة المشاريع الهادفة لترقية الانتاج الصيدي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات البحرية. بدينا في 2009، بدينا في مشروع الأول تاعنا سي هو ليمول، بدينا في المحار تاعنا، دونك بدينا بدو فيليير، لا فيليير هي اللي نربو فيها الليمول، دونك عندنا فيليير دو 200 متر لينيير كي كونتيان 10 طن دو مول، دونك الحمد لله يا ربي لحقنا 5 فيليير، صافي 50 طن انيال دو مول، ورانا رايحين ان شاء الله نزيدو نوسعو الليمول ان شاء الله قدر المستطاع، نلحقو بالك حتى 100 طن انيال، ونزيدو نديرو ثاني بليزيور فاريتي تاع كوكياج منهم لي زويتر وسان جاك. امتيازات عدة تلك التي سطرتها الدولة لتشجيع هكذا مستثمرين، إلا أن بعض العراقيل لا تزال قائمة على مستوى الموانئ.
باسكو حنا نيمبورتيو دي برودوي فريمون فريمون سونسيبل كيما تيمبورتي لالفان. لالفان سي 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 كلك شوز دو فيفون سي اي بي با اتوندر او بور il peut pas par exemple le bateau tana il peut pas entrer au quai parce que c'est tout est étudié parce que le babord le canitrol il lazem l'oxygénation le hout il lazem donc c'est une chaîne on peut pas perdre nos alvins hnaya hakak برك mais انا نفهم السلطات المحليه تاعنا سي فري كاين une procédure كاين une paperasse لازم نجوزوا عليها je suis tout à fait d'accord mais مدابينا لو كان يزيدوا يسهلوا لنا في طريقة قانونية بيان سور اي بلو رابيد. تنويع الاقتصاد الوطني من خلال الصيد البحري لتلبية الطلب المتزايد في الجزائر على المنتوجات البحرية يحتاج إلى المئات من هكذا مشاريع.